بأعداد كبيرة من الكتب العلمية والدينية والثقافية، افتتحت جامعة ديالا الكرنفال العلمي الثالث الذي أقامته الأمانة العامة للمكتبة المركزية تحت عنوان جامعتي تقرأ، أنا طالب أنا أقرأ، برعاية كريمة من قبل الأستاذ الدكتور عبد المنعم عباس كريم المحترم رئيس جامعة ديالى. أقامت الأمانة العامة المكتبة المركزية الكرنفال العلمي الثقافي الثالث تحت شعار جامعتي تقرأ أنا طالب أنا أقرأ. طبعا تولدت فكرة هذه الكرنفال من خلال مبادرة أقرأ خمس دقائق واحصل على الكتاب مجاني. إضافة إلى ذلك فقد شمل هذا الكرنفال تكريم الطلبة المتميزين الذين يرتادون الأمانة العامة للمكتبة المركزية خلال العام الدراسي 21-22، وهذه المبادرة وهذه التكريم يعتبر الأول على مستوى الجامعات العراقية اللي تم تكريم الطلبة بالدرع تحت مسمى صديق المكتبة. زائرون من الطلبة والأساتذة بينوا إن إقامة هكذا ملتقيات ثقافية هو تلاقح للأفكار العلمية بين الطلبة والباحثين، والاهتمام بالكتب الورقية والاستفادة منها. حقيقة هذه مبادرة جدا مهمة بالخصوص إلى الطلاب، أنه تعيد إلى القراءة وإلى الفهم والتفكير. حقيقة هي يعني كان المؤتمر أو هذه الورشة عبارة عن مثلا تقرأ من أي كتاب، ثم تأتي تأخذ أي كتاب يعني أنت تحبه أو هوايتك فيه يعني بالضبط. يعني الطلاب يعني هنا الكتب يوزعونها مجانا. هذا الكرنفال طبعا شيء راقي، وأنا أتمنى أنه ينعاد كل مرة، يعني بشهر مرة، بشهر مرتين أو حتى ثلاث مرات. يعني هذا شيء حلو يساهم أكيد بزيادة الوعي والثقافة للشاب العراقي والطالب. يعني طبعا هذه الكتب سواء كانت علمية أو ثقافية أو أي شيء كانت أكيد يعني يساهم تطور العقل العراقي والوعي العراقي، وإن شاء الله إحنا مقبلين على جيل مثقف وأكيد واعي بكل اللي يصير بالوضع الحالي. الاهتمام بالكتب الورقية خطوة بالاتجاه الصحيح لأهميتها الكبيرة لدى الباحثين والأكاديميين، على الرغم من التوجه نحو الكتب الإلكترونية. من أروقة جامعة ديالى عبدالله الباش، قناة الرشيد الفضائية.